نظام الأسد بات مفرخة للجيوش ابتداء من الجيش العربي السوري الذي يحارب السوريين على كل الجبهات، وانتهاء بالجيش السوري الإلكتروني الذي يتجسس على كل سوري ويخترقه. لكن هل سمعت قبلا بالجيش السوري المالي؟ بشر بولادة هذا الجيش رئيس غرفة تجارة طرطوس مضر اليونس. في منشور على فيسبوك كشف اليونس أن مهمة هذا الجيش إنقاذ الليرة، رغم أن العمل الأساسي لليونس تجارة الأدوية لدى رئيس غرفة الصناعة فارس الشهابي، إلا أنه بشر بنهاية السفر صمود الليرة بظهور الجيش السوري المالي الجديد. مثل أي مبشر لم يسمي اليونس جنرالات جيش المال، لكنه أعطى بعضا من سماتهم، فهم ثلة من رجال الأعمال الوطنيين أصحاب الأيادي البيضاء المتسلحين بوطنيتهم. الحملة الدعوية للإيمان بالجيش المالي ترافقت مع تعليق تدهور الليرة على شماعة لبنان. إعلام النظام اتهم مصرف لبنان المركزي بسحب الدولار عبر رفع فوائده 8%. حملات التبشير والتخوين جاءت بوقت تنهار ليرة الأسد لتصل لأكثر من 660 أمام الدولار، وتوقعات بانهيار متسارع بسعر الصرف يصل لألف ليرة مقابل الدولار الواحد. نقوص مصرف الأسد المركزي عن التدخل بدد وعود فريق النظام بلجم الليرة. فهل حقا يولد الجيش المالي السوري الجديد قريبا لإنقاذ ليرة الأسد؟ وبرأيك هل قصد اليونس أن رامي مخلوف وجيشه سيظهرون بعد تسوية أوضاعهم مع الأسد؟ أم أنه قصد جيش سامر الفوز، رجل ماهر الأسد وخليفة مخلوف؟